كنا عليها بقالة. بعدين يعني الظروف تحلبطة والأسعارات ارتفعت والديون ازدادت. رجعت له فصرت طلعت انا الشجره صلحت الرقعه. انا كنت فاتح ثنت انطياق فسدشت الطاقه دي هنا لانه لما ارقد هنا الريح لا فوقي. سديتها علشان البرد. بقاله ما عابش زلط ولا هذا دين كله ما هذا يقول لي الاسبوع هذا الشهر هذا لما يجي المعاش. ما فيش فائده. قلت له ما فيش معي اصبر علي شاه. قال ماشي ما بلا شي زلط الان ولا خرج من المحل. جيت عين ما فيش خرج السائر والراجع يشوفه. وانت هناك منفوت يعني مجنون. بطلنا البقاله جلس هنا بلجي اشتغلنا بلجي العمل ضايع جاز ما في معي الا جيب. الحمد لله عايش هنا احسن من ما انا في الشارع ولا عند ولا بدكان يجي يقول لك هات ايجار ومدري ايش والحاله ما فيش.